النصيحة والأفضل والأولى بكم. النصيحة للرجال. أنت لم تأتي هنا لا للتسوق. نعم. Siz bir iki ila siz konuşmanızı satı alı için de tügül. ولا للحديث. Söyleşir için de tügül. ولا الجلوس في الفندق. Gaskini sahada oturup durur için de tügül. هذه الأماكن أماكن عبادة. Bu oranlar bunda ibadet oranları. أنت الآن هنا في المدينة تحرص أن يكون كل الوقت أغلب الوقت أنت في المسجد النبوي. İki rakta dışarıda en kübe vakitin seninki diye şu derge mescidde. الصلاة هنا أي صلاة تصليها في المسجد النبوي. صلاة فريضة، صلاة نافلة، صلاة جنازة، أي صلاة تصليها بألف صلاة. تمشت أول مسجد تبعي صلى الله عليه وسلم مسجد عنده هر بر نماز لغوي نماز فرض بوسن سنة نافل جنازة نماز هر بر سنة أجر مين تكبر أتقرا. في مكة عندما تصلي أي صلاة بمئة ألف صلاة. مكة تجي لغوي نماز قول مين يوز مين أتقرا. لا تشتغل بالتسوق بالحديث بالخروج من الحرم. في الحرم هناك في مكة إما أن تطوف أو تصلي. السنة شو بلان وقت ما يبوش قيو يبقى تو بلان كده أنا قلدرقا دي ما شدت ترشقا بلرقا نماز إلى مكة نبوسا طواف كبيرك بلرقا. يعني بعض الناس يقول نذهب إلى مكان كذا إلى مكان كذا نذهب إلى التسوق. لا، فقط تغتنم هذه الأوقات في الصلاة في المسجد الحرام أو الطواف، وهنا الصلاة في المسجد النبوي. نعم. في كشلر وقت مارو كذا ساتودا عنودا نوكي كيرك ترشدا إيماننا مسجد ترشدا مكيرا كهند كوب كوب عبادة لردا. أو الذهاب إلى مسجد قباء تتطهر الآن هنا تتوضأ في بيتك وتخرج تصلي في مسجد قباء ركعتين كأنما أتيت بعمرة. إلى قباء مسجد لمن دا طهر أنا أرولان مسجد كبار قباء مسجد لا إكيرا كتكشة نماز وتصافك بطة بقول عمرة سبب ألبان بولا. نعم. يكفي هذا.